أرحب بكم من جديد في نقاش هذا الصباح. مشاهدينا نبحث في الصعود والنزول وأمل الكثيرين بالثراء السهل والسريع والمراهنات على أن العملة الافتراضية هي مستقبل العملات في العالم، كما نتناول نشأتها ومستقبلها وهل يمكن أن تتحول لعملات حقيقية. أنا عن هذا الموضوع مشاهدينا يسعدنا نستضيف من الكويت الخبير في التحول الرقمي بول السمعان. بول صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير لك مانيسا ولجميع المشاهدين. أهلا بك بول. بداية، ما حقيقة أو ما هي هذه العملات؟ هل لك ربما أن تشرح لنا كيف يمكن لعملة مشفرة لا ترى ولا تلمس الأسواق المالية؟ مانيسا، خلينا بداية نحكي عن طريقة إنشاء البيتكوين وكيف طلعت عملة البيتكوين والعملات الرقمية. كلنا بنتذكر بالعام 2008 صار في الأزمة المالية الفاينانشال كرايسيس، وبنفس العام 2008 طلع شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو. هلا مش معروف هذا الشخص إذا هو فعلا شخص أو هن مجموعة بعد الهوية إذا بدك مجهولة. most probably الاسم بيعني أو بيوحي إنه ياباني، بس مش ضروري يكون ياباني بطبيعة الحال. هذا الشخص قدم وايت بيبر أو قدم اقتراح عن نظام دفع إلكتروني جديد، نظام يعتمد على مميزات، وإحدى هذه المميزات هي الدفع من النت للنت يلي هي peer to peer. والميزة الثانية كلها transactions أو تحويلات من أشياء نظام موجودة على open net. طيب، ما هي العملات الرقمية الأكثر شهرة في الأسواق؟ بول سمعان، هناك ربما مشكل في الصوت، سنعاود الاتصال بك بعد قليل. أعود مشاهدينا ربط الاتصال بالخبير في التحول الرقمي بول سمعان. بول، أهلا بك من جديد. شكرا. بول، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن ماهية هذه العملات الرقمية التي أصبحت تعرف تقلبات في الأسواق المالية، وكنت تحدثنا عن الأنواع المعروفة والأكثر شهرة في الأسواق المالية. بطبيعة الحال عندنا البيتكوين هي أول عملة رقمية أنشئت بالعام 2010، وهي على تقنية البلوك تشين، يعني على اللامركزية، وكل التحويلات والمعاملات الموجودة على البيتكوين هي لامركزية. وبعد البيتكوين في عدة عملات رقمية كمان على نفس التقنية، على تقنية البلوك تشين أو اللامركزية، وبنذكر منها اللايتكوين، الإيثيريوم، الداش، الإكس آر بي، وعندنا اليوم حوالي 20,000 عملة رقمية وأكثر مبنيين على تقنية بلوك تشين او اللا لكن مركزية. ماذا يعني ان تكون هذه العملات لا مركزيه لكي نشرح اكثر للمشاهد؟ نحن بس نعمل تحويلات ماليسا، كل هالتحويلات ما بتكون محفوظه بمكان واحد، بتكون محفوظه بعده أمكنة، وهيدا كونسبت اللا مركزيه، وهيدا بيساعد على عدم اختراق او شبه مستحيل، خلينا نقول تغيير القيمة بهالحوالات أو المعلومات بقلب هالحوالات، لأنه بتكون محفوظة بعدة محلات، وبتكون محفوظة على شيء اسمه open ledger أو الدفتر المفتوح. يعني نعم، جميع المعاملات، جميع التحويلات هي ممكن العموم يقدروا يشوفوها، بس ما بيقدروا
طبيعة الحال يغيروا فيها. كنا قد لاحظنا في هذا الأسابيع السابقة ربما تقلب في سعر هذه العملة خاصة عملة البيتكوين بين صعود ونزول، ولازلنا لم نفهم السبب في ذلك. لماذا هذا التقلب؟ يعني كيف يمكن أن نبسطه للمشاهد؟ أكيد في عدة أسباب لهذا التقلب. خلينا بالأول نذكر أنه سوق العملات الرقمية إذا بدنا نحكي عن الماركت كاب أو تقريبا للبيتكوين هو حوالي 325 مليار دولار، أو جميع العملات الرقمية الماركت كاب تبعهم يعني السوق المالي إذا بدك تبعهم ما بيتخطى 800 مليار دولار. وإذا بدنا نعمل مقارنة مع أبل مثلا هي 2.5 تريليون دولار، مايكروسوفت حوالي 1.9 تريليون دولار. كل هيك التقلبات بالعملات الرقمية الصعود والنزول بسبب وضعها اللي بدها تتأثر هيدي العملات الرقمية. وفي عدة أسباب بالنسبة لهيدا الشيء، يعني بنذكر منها الحرب بطبيعة الحال على أوكرانيا، الإنفليشن، التضخم، هول كله بيأثروا على العملات الرقمية. وأخيرا بعد الضربات عم تكلها للأسف العملات الرقمية هي مثلا انهيار منصة FTX، عملية سكامز، على عمليات الفتيك كثير كثيرة اللي عم تصير على العملات الرقمية، هذه كلها عم بتأثر. والكمان شيء بده يأثر أكثر هن الريجوليشنز واللوز يلي هلأ بدهم يتطبقوا على العملات الرقمية، وهذه شغلة كمان بتحد شوي صغيرة من صعود هذه العملات. طيب المعروف أن العملات التقليدية إن صح التعبير يعني كالدولار واليورو مدعومة من البنك الفيدرالي الأمريكي، من البنك المركزي الأوروبي، لكن كيف هو الحال مع هذه العملات الرقمية؟ يعني من يدعمها؟ يعني لا أحد يعرف أصلا من وراء هذه العملات الرقمية، وكيف هو التعاون الرسمي والدولي مع هذه العملات؟ صحيح ماليسا، أغلبية العملات الرقمية يعني نحن حكينا عن عدد 20,000 عملة رقمية تقريبا بالوقت الحالي، أنا بقدر أكد لك أنه حوالي 80% أو أكثر من 80% من هذه العملات الرقمية هي سكام، هي عمليات احتيال. وممكن حيلا شخص يقدر يخلق عملة رقمية ما بدها مهارات متطورة، ممكن حيلا مبرمج يقدر يخلق عملة رقمية وبيسموها بيعملها غايب، يعني هالعملة الرقمية بيعملها موقع إلكتروني، بيعملها تويتر، فيسبوك، إنستغرام، بيشتري فولوورز، بيشتري لايكس، وهالعملة الرقمية بتكون قيمتها 0.001 وبتصير هالعالم تشتري منها، وبطبيعة الحال بالآخر ممكن تكون خدعة. هيدا بس لأكد وقول إنه أغلبية العملات الرقمية هي منها مدعومة من حكومات. هي لكن بماذا ترتبط هذه العملات الرقمية؟ هل ترتبط بالذهب كالدولار أم ربما بقانون العرض والطلب في السوق؟ أبدا، هي فقط مثل ما كنت عم أقول ماليسا، فقط ترتبط بالعرض والطلب، وهي تتأثر بأمور صغيرة جدا. يعني أنا إذا طلع اليوم رح أعطيك مثل الرئيس الأمريكاني أو حيلا رئيس دولة وكتب على تويتر تويت معين أنه نحن اليوم منا نمنع البيتكوين، منا نمنع التحويلات بطريقة العملات الرقمية، بأكد لك أنه سعره بينهار 50% و60% و70%. هيدا شيء لنأكد أنه منا مدعومة. ومثل ما سبق وذكرنا انهيار منصة FTX، شفنا أنه انهارت العملة في كتير عالم صرت مصرياتها مليارات الدولارات، وما قدر حدا استحصل على قيمة الودائع يلي عنده لأنه ما في regulations وما في laws مثل ما سبق وذكرته. وهيدا الشيء إجمالاً موجود بالعملات مثل الدولار واليورو. سنصل إلى نقطة الضبط أو regulation كما قلت بول، لكن هذه العملات الرقمية لديها طبعاً أنصار يرون أنها ملاذ آمن، وهناك منتقدين لهذه العملات يرون أن قيمتها غير واقعية، قيمتها غير مستقرة، غير معترف بها ربما عالميا، ولا يمكن تداولها في البنوك، ترفضها أغلب الشركات والمؤسسات في العالم. يعني بين من يراها حقيقة ومن يراها خدعة أو وهم، كيف تراها أنت كخبير في الموضوع؟ سؤال كثير مهم صراحة. خلينا نحكي هون بطريقة كثير موضوعية ونعطي إذا بدك الأدفانتجز والديسأدفانتجز، الإيجابيات والسلبيات لهالتقنية. خلينا نبلش بمثل كتير صغير. أنا اليوم إذا بدي أعمل حوالة مالية من بلد معين لبلد معين بالطريقة التقليدية يعني عبر المصرف،
طبيعة الحال بدي روح على المصرف، الايدنتيتي تبعي الهوية تبعي بدها تكون معروفة، هوية الشخص يلي عم ببعث له بدها تكون معروفة، المصرف بده ياخد فيس، بده ياخد عمولة، وإذا العمولة قيمتها كبيرة كمان المصرف بده يتساءل إذا في علاقة لتبييض الأموال أتسترا. نفس العملية إذا بدي أعملها عن طريق الكريبتو كارنسيز أو العملات الرقمية بقدر أبعث من حي الله بلد لحي الله بلد عملات رقمية مبلغ ما بيأثر قديه كبير بظرف دقايق أو بظرف ثواني بدون أي طرف ثالث. هون بس نعطي هيدا المثل منشوف قديه الادفانتج او القيمه خلينا نقول للتقنيه على البلوك تشين او للكريبتو كارنسي. انما بنفس الوقت خليني بلش احكي كمان عن السيئات، لانه كمان في سيئات لهيدا الشيء. البنك او المصرف طبيعه الحال هو طرف ثالث، بس المصرف بس يكون الاسيت عند المصرف، فالمصرف عم يعطيني لاير حمايه، هن جماعه عندهم خبره بالأمور المالية عم يقدروا يتصرفوا بالأموال تبعي. إنما إذا أنا قدرت تصرفت بالأموال تبعي قد ما كانت كبيرة هيدي الأموال ممكن أخسرها، لأنه ما عندي الخبرة المالية وما عندي الخبرة التقنية، أو أغلبية العالم خلينا نقول ما عندهم هيدي الخبرة لا يقدروا يتحكموا بأموالهم. هون في عالم بتشوف هيدا الشيء إيجابي وعالم بتشوفه سلبي. بس خليني أعطيك ميليسا ستاتستكس أو إحصائيات عن السرقة يلي صارت بالعملات الرقمية. يعني بال 2020 السرقات بالعملات الرقمية هي حوالي 1.4 مليار دولار، بال 2021 حوالي 2.1 مليار دولار، بال 2022 السرقات بالعملات الرقمية حوالي 3 مليار دولار. سو الأشخاص يلي عم يتحكموا بالعملات الرقمية هن مسؤولين عن الأسيتس تبعهم إذا بدك، أو العملات الرقمية لازم يكون عندهم الخبرة المالية والخبرة التقنية لا يعرفوا كيف يحفظوا هالعملات الرقمية وكيف كمان يتصرفوا. طيب إذا كانت هذه العملات محفوفة بالمخاطر، من أين إذن تنبع الثقة، يعني ثقة المستثمرين فيها في هذه العملات الرقمية؟ صحيح، في عدة مشاريع، في عدة بروجكتس هي اللي عم تعطي إذا بدك كمان القيمة للعملات الرقمية. يعني بنسميها adoption. يعني اليوم بتلاقي مثلا دولة البرازيل رح تقر قانون هلأ لا تقبل البيتكوين كعملة يتداول فيها رسميا. اليوم نلاقي بلشنا نلاقي ATMs كمان بيقدروا العالم يحاولوا يشتروا منهم بيتكوين. بنلاقي كتير اليوم مثل KFC ستاربكس مواقع إلكترونية أونلاين بتقبل العملات الرقمية. هيدا كله إذا بدك عم يعطي قيمة كمان للعملات الرقمية. وهون بدنا نحكي عن التكنولوجي طبعا العملات الرقمية يلي هي كتير مهمة، وهيدا يلي عم يعطيها قيمة. لكن في المقابل يعني توجد، بما أننا لا نعلم من هي الجهة التي هي وراء هذه العملات، يعني حتى البعض يتساءل حتى من وراءها، هذه التساؤلات تجعل البعض ينظر بكثير من التوجس لهذه العملات الرقمية، خاصة أن هناك من يشير إلى أنها قد تكون وسيلة لغسيل أو تبييض الأموال، لتمويل عمليات تجارة المخدرات ربما سلاح، وحتى تمويل الإرهاب. كيف يمكن أن نتحرى هذا الموضوع؟ مثل أي تقنية ميليسا ممكن يستعمل لطريقة جيدة ولطريقة سيئة. يعني اليوم بعطي مثلا السلاح، ممكن شخص يستعمل سلاح لا يؤذي شخص أو لا يدافع عن حاله. نفس الشيء بالنسبة للبيتكوين. للأسف العملات الرقمية لأنه بتستعمل إذا بدك بتخلي الأشخاص اللي بيتعاملوا فيها إن مجهولين الهوية، كرمال هيك بالدارك ويب وهو إذا بدك الجانب المظلم من الإنترنت منلاقي أغلبية العمليات الغير شرعية هي على البيتكوين، لأنه الشخص يلي عم يبعث هالحوالة أو عم يتلقى هالحوالة ما انه معروف من هيدا الشخص. وهيدا اذا بدك عطاها هال ديس ادفانتج اللي كثير كبير. حتى الفيروسز او ما يسمى بالرانسوم وير يلي بيكونوا على البي سيز او بيشفروا جميع المعلومات، شخص يفك تشفير المعلومات بالرانسوم وير بده يدفع بالبيتكوين لما ينعرف مين هويه الشخص يلي عمل هالعملية. سو كل العمليات السيئة اللي عم بتصير تبييض أموال أعمال غير شرعية للأسف
عم يستعملوا العملات الرقمية، لأنه إذا استعملوا الكريدت كاردز أو الطريقة التقليدية بطبيعة الحال ممكن ينعرف هوية هول الأشخاص يلي عم طيب، هل يمكن اعتبار أن هذه العملات ربما أداة للخروج عن سيطرة الدول لإدارة أسواق موازية، يعني للتهرب من الكثير من عمليات المراقبة، من تجميد الأموال؟ يعني هناك حديث حتى عن استخدام هذه العملات في النشاطات غير القانونية كما أشرت، ونشاطات الإجرامية. صحيح، مثل ما سبق وذكرنا ماليسا، البيتكوين هي جميع التحويلات هي تحفظ على الأوبن لاتجر أو على الكتاب المفتوح، وهي موجودة للعموم. إنما الأشخاص يلي عم يستعملوا هذه الوسيلة لأمور غير شرعية إجمالاً عم بيكون عندهم إذا بدك قدرة تقنية لا يقدروا يهربوا من إنه الأشخاص تلحقهم عبر حفظ هالمعلومات. يعني خليني أعطي مثل كتير بسيط، أنا اليوم إذا عندي مبلغ مالي في يكون عندي محفظة، يكون عندي محفظتين وثلاثة وأربعة وعشرة، على البلوك تشين في يكون عندي محفظة رقمية واحدة وفي يكون عندي 100 و1000 و200 ألف محفظة. سو الأشخاص يلي عم يعملوا أعمال غير شرعية إجمالا عم يخدون على محفظة وعم بيوزعون على مئات وألاف المحافظ، لإذا الشخص بده يجرب يقدر يلحقهم على البلوك تشين لأنه هالمعلومات محفوظة تكون كتير صعبة لأنه يقدر يلحق العمليات المالية المشبوهة أو الغير شرعية. طيب بول، قبل قليل أشرت إلى منصة FTX، وقبل أيام شهدنا انهيار بورصة العملات الرقمية الشهيرة FTX والتي كانت تعتبر ثالث أهم بورصة عملات رقمية في العالم. سؤالي، ما هو سبب التراجع والانهيارات التي حصلت في أسواق العملات الرقمية وتسببت بخسارة العديد من الأفراد لأموالهم؟ يعني هل تمت بفعل حركة السوق المعتادة أم أن هناك من يقف خلف هذا التذبذب؟ صحيح ماليسا، مثل ما ذكرت انهارت منصة FTX وبطبيعة الحال وبنفس الوقت انهارت عملة FTX اللي هي FTT. وبس للذكر، ثروة مؤسس FTX كانت ثروته حوالي 26 مليار دولار قبل الانهيار، وحاليا ثروته هي حوالي 100 ألف دولار. في عدة أسباب لهيدا الانهيار، وهون بدنا نذكر شغله كثير مهمه ماليسا سبق وذكرناها، الاشخاص يلي عم تحط الاسيتس او الاموال تبعهم على منصات مثل FTX لازم يكون عندها الوعي ولازم تنتبه كثير، لانه المنصات مثل FTX فيها بحيالله لحظه تسكت وتسرق الاموال وما بيقدر حدا يلحقهم. سو هون نصيحه للاشخاص لحفظ الاموال. بول، حتى سام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية المشفرة المنهارة FTX كان قد نفى ارتكابه لجريمة الاحتيال وقال أنها ادعاءات ربما. صراحة ماليسا هون الرأي مقسوم قسمين، في أشخاص بيصدقوه وهن أشخاص خلينا نقول قريبين منه، وما ننسى انه مؤسس عملت او منصه FTX هو نعم احد الديمقراطيين وقدم دونيشنز كثير كبيره لهم ملايين ومليارات الدولارات بامريكا، هيدي الشغله ممكن تاثر، وفي اشخاص خسروا بهيدي المنصه وما بيصدقوا، بس على الارجح انه يلي عم بيقولوا بطبيعه الحال منه صحيح، وهيدي العملات هي راحت بطبيعه الحال سرقه و يعني هي خيانة. ما بيصدقوا يلي عم بقول صحيح. طيب، أود أن أستغل فرصة وجودك معنا هذا الصباح وغالبية مشاهدينا من الناطقين باللغة العربية والموجودين في هذه المنطقة، كثر منهم يتساءلون هل توجد معلومات أو حتى ربما دراسات عن مدى الاستثمار في هذه العملات في المنطقة العربية؟ يعني كيف هو وضع خارطة العالم العربي في هذا الموضوع على المستوى الفردي والدول؟ بالمنطقة العربية في كثير بلدان ماليسا عم تستعمل تقنية البلوك تشين، وعم يصير في مشاريع العقود الذكية أو السمارت كونتراكتس يلي هي التقنية المبنية عليها العملات الرقمية، وبنذكر منها بطبيعة الحال دبي. إنما عملة رقمية عربية لهلا منه موجود، عم يطلع كثير، بس خليني أعطي فكرة، عم يطلع كثير عملات رقمية
عربيه وغير عربيه مثل ما سبق وقلنا، هي عم بتكون اغلبيتها احتيال. بس المنطقه العربيه ومثل ما سبق وذكرنا دبي وبعض البلدان العربيه عم تستفيد من التقنيه، من تقنيه البلوك تشين، من العقود الذكيه على البلوك تشين، وكمان بالعملات الرقميه، بس عملات رقميه مثل البيتكوين والايثيريوم واهم العملات الرقميه. طيب، هناك مقال في الفاينانشال تايمز يتوقع ان تحتل هذه العملات الرقميه والعملات المشفره وغيرها مكانا مهما في النظام العالمي المالي، سيكون نظام جديد طبعا لن يلعب بحسب الفاينانشال تايمز فيه الدولار دور البطوله. هل ترى ان هذه الفتره قريبه؟ ما بعتقد هالفترة قريبة ماليسا، لأنه مثل ما سبق وذكرنا يعني إذا بدي أعطي مقارنة بين البيتكوين والذهب مثلا، البيتكوين كل القيمة السوقية، القيمة السوقية تبع البيتكوين هي حوالي 325 مليار دولار، القيمة السوقية تبع الذهب هي حوالي 11 أو 11.5 تريليون دولار. أو حتى إذا بنعمل مقارنة صغيرة بين البيتكوين وبين غير مؤسسات مثلا مثل ما ذكرنا مايكروسوفت، هي 1.9 تريليون دولار بالنسبه للبيتكوين. سو بعتقد هيدا الشيء كثير قريب بعد ينحكى فيه انه تاثر اذا بدك على الاسواق الماليه بالوقت الحالي. طيب، هناك رياده صينيه في مجال اطلاق عمله رقميه، اذا ما توجهت الدول مثلا او توجه الاتحاد الاوروبي لبعث يورو رقمي، ما الذي يمكن ان يتغير في المشهد العالمي؟ صراحة هيدا الشيء اللي بيتخوفوا منه الأشخاص اللي بيحملوا عملات رقمية، لأنه إذا الدول والجوفرمنت سيطرت على هيدا الشيء وما بيمنع الدول يكون هي تعمل العملات رقمية، وبس هي يكون عندها سيطرة وتنشئ عملات رقمية، طبيعة الحال هي بتكون مسيطرة على السوق، هي بتقدر تتحكم وتعرف كل إذا بدك الترانزاكشنز والتحويلات يلي عم بتصير، وهيدا الشيء ساعتها بيضرب قيمة العملات الرقمية، لأنه هلأ ما في أشخاص أو ما في governments خلينا نقول أو حكومات مسيطر عليها، إنما إذا الحكومات أنشأت هذه العملات الرقمية وما في شيء بيمنعها من هذا الشيء وتستفيد من التقنية وتقنية البلوك تشين، وإذا بدك ليبطل فيه كاش إيكونومي بالعالم، هذا الشيء بخفف قيمة العملات الرقمية المجهولة المصدر وبيعطي قيمة أكثر للعملات الرقمية يلي أنشأتها طبيعة الحال الحكومة. هذه الدول وهذه الكيانات. طيب، الكثير من الناس يسمعون عن البيتكوين، عن العملات الرقمية، لكن من يمتلكون هذه العملات أو يستثمرون فيها ربما لا يتحدثون عن الوسائل التنظيمية. هل حتى الآن لدينا وسائل تنظيمية، قوانين خاصة بهذه العملات، يعني متعارف عليها، متفق عليها عالميا، وبالتالي تكون ربما وسيلة طمأنة لهؤلاء المستثمرين؟ ابدا ميليسا، ما في ريجوليشنز للبيتكوين للعملات الرقميه. هلا في بعض البلدان بطبيعه الحال عم بحطوا تاكسز، عم بحطوا ضرائب على البيتكوين وبالتعاملات الرقميه اذا موجوده على منصات، على اكستشينجز، انما لوز وريجوليشنز للعملات الرقميه هذا الشيء بعد منه موجود. طيب، مسؤولون في البنك المركزي قالوا أن البيتكوين والعملات الرقمية تواجه معركتها الأخيرة نظرا لعدم قدرتها على الحفاظ على تدفق الأموال التي تعتمد عليها جميع أدوات المضاربة هذه. هل أنت موافق على ما يقوله هؤلاء، يعني أن فقاعة العملات الرقمية في طريقها للانفجار، وما خطورة هذا الانفجار إذا حدث؟ بدنا نكون كثير موضوعيين هون ميليسا، وبعتقد ما فيني اقول او ما فيها الاشخاص تقول هيدا الشيء بده يصير او ما بده يصير، ما فينا بطبيعه الحال نتنبأ شو بده يصير بالمستقبل، بس خلينا بموضوعيه نحكي. كلنا بنتذكر الببل او فقاعه الدوت كوم بابل يلي صارت تقريبا بسنه 2000، وكان في عده شركات اغلبيتها افلست واختفت، وباقي الشركات المهمه لوقتنا الحالي وعليت كثير الاسهم تبعها مثل امازون واي باي واتسترا. الرأي الشخصي بعتقد رح يصير نفس الشيء بالنسبة للعملات الرقمية، 90% أو 95% من العملات الرقمية من الـ NFT من الـ DeFi هي أغلبيتها احتيال وسكامز
ومع الوقت ممكن تروح. على الأرجح العملات الرقمية المهمة مثل البيتكوين، مثل الإيثيريوم، مثل اللايتكوين، على الأرجح هيدي العملات الرقمية ممكن تكمل للمستقبل. سوق هل هذا يعني أننا سنستفيق في يوم من الأيام ونشعر ربما أننا كنا ضحية عملية خداع كبيرة وأن هذه العملة الرقمية قصة لا أساس لها؟ صحيح ماليسا، وأغلبية الشباب للأسف إني عم يستعملوا عملات رقمية بدون أي ريسك مانجمنت. يعني يلي بيسمعوا إني بيشوفوا إنفلونسر أو مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بيحكوا عن NFT، بيحكوا عن عملة رقمية، وبيروحوا دغري بيشتروا العملة الرقمية بدون أي معرفة تقنية عن هالعملة الرقمية. وصحيح أغلبية الأشخاص عم يخسروا بالعملات الرقمية. أنا بقدر أكد لك ماليسا، إذا بنشوف اليوم على يوتيوب فيديوز لأشخاص عملوا أرباح بالعملات الرقمية يمكن نلاقي 10 20 أو 100 فيديو. صحيح في أشخاص ربحوا بالعملات الرقمية وطلعوا فيديوز على يوتيوب، بس بأكد لك إنه 80-90% من الأشخاص عم يخسروا بالعملات الرقمية، بس الطبيعة البشرية ما بتخليهم يحكوا ويطلعوا فيديوز إنه هن خسروا بالعملات الرقمية. طيب ما هي النصيحة التي نقدمها لهؤلاء الأشخاص الذين اشتروا هذه العملات الرقمية واستثمروا أموالهم فيها؟ أول نصيحة وبقولوها كبار المستثمرين دائماً، ما نستثمر الأموال يلي ما بنقدر نتحمل خسارتها. يعني اليوم إيلون ماسك هو من أغنى أغنياء العالم، استثمر ببيتكوين 1.5 بليون دولار. إذا هالشخص خسر مصرياته عنده كثير أموال غيرهم، بينما الأشخاص ما عندهم أموال كافية ما يستثمروا أكثر من الأموال يلي بيقدروا يتحملوا خسارتها. يعني يعتبروها بكل بساطة إذا بدك نوع من جامبلينج، وما يتأثروا بالإنفلونسرز وبالمؤثرين. يعني أنا بقدر أذكر لك كتير مؤثرين العام الماضي أو من عامين، بس كانت البيتكوين والعملات الرقمية بأوجه وبالبول ماركت، كانوا عم ينصحوا العالم يشتروا NFT ويشتروا عملات رقمية، وكانوا يروجوا أنه هيدي الوسيلة الأسهل والأسرع للربح المادي. هؤلاء الأشخاص مش عم نسمع صوتهم هلأ، وفي الحال كل الأشخاص يلي سمعوا منهم هن خسروا مصرياتهم. سو ما بنصح كمان يسمعوا من المؤثرين، مش ضروري الانفلونسر لو عنده 110 و20 مليون فولوور يكون صح. هيدا شخص عم يندفع له مصاري لا يروج لعمله رقميه ممكن تكون احتيال. وهذه العملات لا تزال محفوفه بالمخاطر والمزيد من المخاطر، وبالتالي ربما توقع اداء تلك العملات ليس بالامر اليسير في هذا الوقت. هناك احتمال طبعا ان تتحول هذه العملات في المستقبل الى بديل العملات الورقيه، لكن بشرط توفر كما اشرنا عمليه التقنين، الاطره التشريعيه لها، وايضا اخضاعها للنظم الضريبيه للدول، وتحولها من التعاملات الفرديه التي تحدث حاليا الى نظام مؤسسي على ان تدخل النظام المالي العالمي. الخبير في التحول الرقمي بول سمعان، كنت معنا مباشرة من الكويت، شكرا لك على هذا التدخل. مشاهدينا، ختام نقاش هذا الصباح، يبقى طبعا الجدل مستمرا حول العملات الرقمية. فقرتنا متواصلة، ابقوا معنا.